بخير، ازيكم؟ حلقة جديدة من برنامجكم ارت شات، ونتمنى انها تكون حلقة مفيدة لينا جميعا. برحب كل الناس اللي دخلوا معانا على الشات. دكتورة امل نصر، منورة دكتورة امل، اول مرة تيجي معانا، فانا فرحانة جدا انك معانا النهاردة. ودكتورة اماني فهمي، وباربرا، هاي باربرا، واسلام. وطبعا بدعو كل الناس اللي بره الشات اللي بيشوفونا دلوقتي ان هم يسجلوا اسمهم، مجرد اسمك وانتر من غير اي باسورد، وتكونوا معانا اونلاين وتشوفونا احنا الناس اللي معانا ايه كومنتاتهم على الشات. طبعا انتوا عارفين النهارده حلقه مهمه، ومعانا الفنان حسن خان. برحب بيك يا فنان. شكرا، برحب بيكم جميعا. طبعا ميرسي ان انت جيت النهارده يعني معانا الحلقه، وتقريبا مجتمع الفنانين كلهم كانوا محتاجين ان هم يشوفوك ويسمعوك ويتكلموا معاك. في طبعا موضوعات كتير، ودايما في كل حلقه بنحب نبدا من العام وبعدين ندخل في الخاص، فتسمحوا لي وتسمح لي ان احنا النهارده هنبدا بالخاص وبعدين ندخل للعام. يعني هنتكلم معاك عنك وعن شغلك الاول، وبعدين نتكلم عن الموضوعات الواسعه او القضايا اللي مطروحه دلوقتي على الساحه، وطبعا اهمها بينالي فينيسيا، واللي انت كنت رئيس لجنه التحكيم فيه النهارده. اوكي، في البدايه طبعا تمام. احنا طبعا في البداية دايما بنقول يعني سي في سريع عن الفنان. حسن خان فنان مصري له تجربة محترمة وعالمية. مسيرته الفنية تمتد لأكثر من 15 سنة، قدم فيها أعمال جادة في التأليف والتأليف الموسيقي وفنون الأداء والتجهيز السمعي والبصري في الفراغ والفيديو آرتس والعديد من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، كما نشر له كتاب 9 دروس مستقاة من شريف العظمة. الفنان حسن خان يصعب تصنيفه، ما نقدرش نقول هو يعني، حتى كلمة فنان أو فيجوال ارتست يعني برضو هتحد من انتاجه ومن الشغل اللي هو بيقدمه فعلا. يعني هو باحث، ما بحثه تقريبا ما انتهاش، واعتقد ان دي حاجة بتساعده هو، لانه هو شخصيا ضد كل المصطلحات اللي بتحد من اي حاجة موجودة او مطروحة على الساحة. يعني هو اشترك طبعا وعرض اعماله في كتير من انحاء العالم، يعني لدرجة ان الواحد ما يقدرش يقولهم من كترهم، يعني ما لا يقل عن 50 مشاركة جوه مصر وبره مصر، واغلبها كان بره مصر، منها فرنسا وامريكا وبريطانيا واسبانيا واليونان، المانيا، كندا، استراليا، يعني كل حاجه، يعني تقريبا ما فيش حته ما شاء الله ما راحهاش. يعني حسن خان هو رئيس لجنه تحكيم اعمال فنيه ببنالي فينيسيا الدولي 54 لسنه 2011، واللي كنا مشتركين فيه السنه دي من خلال جناح اللي مثلنا فيه الشهيد احمد بسيوني والفنان احمد بسيوني. ثلاث حاجات لاحظناهم اثناء البحث عن الفنان حسن خان على النت. يعني دايما بيبقى فيه ريسيرش قبل ما نعمل اي حلقه، لو اي حد فيكم عمل ريسيرش على الفنان حسن خان على النت هيلاحظ حاجات شبه اللي انا لاحظتها. اولا شغله مش موجود على النت، ف يعني دي حاجه برضو عايزين نساله عنها ونفهمها منه. الحاجه الثانيه انه يعني اغلب اللي يعرفوه للاسف الاجانب، يعني مصريين طبعا في كتير يعرفوه لان هو فنان له بصمه، ولكن اغلب اللي يعرفوه يعني يا اما نقدر نقول الكريمه بتاعت الفنانين، يا اما الناس اللي مهتمين بنوع الفن اللي هو بيقدمه او بانواع الفن اللي هو بيقدمها. يعني حتى لدرجه ان احنا لما عرفنا الخبر بان رئيس لجنه التحكيم هو الفنان حسن خان، وبقينا يعني نعمل شير للخبر ده على الفيسبوك، كان في كومنتات بتيجي تقول مين حسن خان، ف كنا بندخل على النت عشان نعرف اكتر الفنان حسن خان. فطبعا دي حاجه للاسف يعني بتحصل كتير قوي مع الناس المتميزين عندنا. الحاجه الثالثه الملحوظه يعني انه بالرغم من كل التوجسات ومن كل يعني النقد سواء الجيد او الفاشل،
لنوعية الأعمال اللي بيقدمها الفنان حسن خان. دايما بتقول إن يعني أو بلاش دايما، غالبا بتقول إن الفن ده فن مجرد إن هو تقليد للخارج، وإن هو ما يتسمش بأي قيم جمالية حقيقية، وإن وإن يعني الحاجات اللي بنسمعها كتير قوي. برغم من كل ده إلا إنه أعمال الفنان حسن خان اللي الواحد شافها واللي انتوا هتشوفوها واللي هي مستخبية طبعا، بتدل على حاجة واحدة بس، إنه هو فنان مصري حتى النخاع. طبعا له وجهة نظر عميقة، ومش بيعمل الشغل ده من فراغ، على عكس كتير من الفنانين اللي بيعملوا الشغل ده لمجرد ان هم بيعملوا حاجة غريبة او حاجة جديدة او حاجة فعلا بتقلد الغرب. هو فعلا مختلف. فاحنا سعداء جدا ان هو معانا النهاردة، وعايزين نبدأ معاه حوار. وابدأ معاك يا فنان بعناوين اعمالك الفنية كلها اراء قوية، ونحس ان هي عناوين مقالات، عناوين فيها فكر، فيها نقد، فيها فيها كل حاجة غير تقليدية. ادي لك مثال وادي للناس مثال. هو ده الفيلم السياسي، ام الفيلم ده ست اسئلة اللبنانيين، الكلب الميت يتحدث، يعني حاجات كتير قوي. قولنا بقى رؤيتك ايه بشكل عام، وكلمنا شوية عن فنك. لا انا ممكن يعني كويس ان حضرتك اشرتي الى بعض الاعمال، عناوين الاعمال اللي هي قديمه شويه زي ست اسئله للبنانيين وام الفيلم ده وهو ده الفيلم السياسي. هي دي كلها كانت جايه في فتره ما بين سنه 97 و2002. الفتره دي انا انتجت تقريبا ما لا يقل عن 12 او 13 عمل قصير كلهم واربع دقائق. والاعمال دي كلها يعني في الفترة دي كنت بشتغل بمنطقة برضو بالعناوين، بمنطقة هي نفسها كأنها أطروحة، كأن القطعة دي نفسها أطروحة، فبالتالي العنوان بتاعها بيكون زي ما حضرتك أشرتي يعني قريب شوية من عنوان المقالة أو شيء زي كده، عشان هو مرتبط بفكرة العمل ده كأطروحة، أطروحة بمعنى statement يعني. فبالتالي مثلا هو ده الفيلم السياسي، هو عمل طوله دقيقة واحدة بس، ومن خلال الدقيقة دي الجملة دي بتتقال، يعني الجملة دي بتتقال، والجملة دي بتتقال بطريقة كأنها بتنقد معنى الجملة. فبالتالي في النهاية العمل كله على بعضه بيبقى عنوانه جزء منه، جزء من المحتوى نفسه. فده كان سبب استخدام نوع العناوين دي بالذات مع عمل الفيديو في الفترة دي من 97 ل 2002. طيب بشكل عام انت قلت قبل كده ان السياسة محور جوهري ولكن بمنطق خاص، علاقة ده بقى بأعمالك من ناحية، وبرؤيتك او تصورك للفترة اللي جاية هتكون عاملة ازاي مجتمع الفن في مصر بعد الثورة؟ هل هيبقى يعني هيبقى فعلا باب واتفتح للحرية والتعبير بشكل مفتوح، سياسة مش سياسة، وممكن برضو يكون باب للمزايدات والنفاق وكل واحد يركب الموج زي ما بيقولوا؟ فالسؤال مزدوج، علاقة السياسة بأعمالك الفنية ورؤيتك للي جاي في مصر. سؤال اوكي. هو الجزء الاول اصلا يعني ضخم، اعتقد جزء ضخم جدا، علاقه السياسه بعملية وعلاقه السياسه بالفن عامه، يعني هو شيء مركب شويه، ولكن برضو احاول اكون مختصر لدرجه معينه. هي طبعا العلاقه اتغيرت مع الوقت، ورؤيتي لمعنى كلمة السياسة نفسها اتغيرت مع الوقت، يعني أنا برضو من سنة 95، فهمي لكلمة سياسة مش يعني في علاقتها مع الفن مش بالضرورة بمعنى الممارسة السياسية الرسمية
اللي هي طبعا جزء مهم وممكن نتكلم عنه، بس انا ما اقصدش ده الممارسه السياسيه الرسميه بالمعنى العام، انا اقصد اكتر فهم الفرد لذاته وللاخر، وعلاقته ما بين علاقه الفرد لذاته نفسها وللاخر. فده في العمل الفني ده دايما مطروح، ان العمل الفني دايما بيتناول علاقه الذات مع الاخر بطرق ممكن تكون شخصيه او ممكن ما يكونش هو ده محور الموضوع، ولكن مجرد ان العمل الفني اصلا اداه لنوع من التواصل او لغه، في النهايه لغه، فبالتالي هي بتطرح علاقه ما بين الذات والاخر. العلاقه دي يعني في رؤيتي انها اسس التفكير السياسي مبنيه على العلاقه دي، فبالتالي بيبقى فيه يمكن الاعمال، بعض الاعمال ما بيكونش فيها بوضوح طرح سياسي، ولكن اما نقدر نحللها من المنطق ده هيكون في رؤيه لمعنى السياسه نفسها. ممكن برضو عشان اكون اقل تجريدا وعشان اربط الحاجات مش بالجزء الثاني من السؤال، هوصل لده بعدين، بس بالحضرتك قلتيه في الاول من ناحيه مثلا علاقتي الشخصيه مع المجال العام الفني في مصر، ان ممكن ادي مثال من اول عرض عام كنت عملته سنه 95 في اتليه القاهره، وده كان عمل مشترك اسمه نفس او نفس، هي نفس يعني بنفس السبيلنج يعني نفس او نفس، وكان عمل مشترك، انا وقتها كان سني 19 او 20 سنه يعني، وكان عمل مشترك مع صديق وقتها اسمه عمر حسني، وهو عمل عباره عن صور وصوت وعرضناه في اتليه القاهره سنه 95، وهو عمل ما فيهوش يعني الصور نفسها ما فيهاش اي شيء بيكسر اي من التابوهات، يعني ما كانش في اي شيء واضح بيكسر كافر للتابوهات، ولكن رد الفعل اللي كان شديد السلبيه، وكان في نفس مش مجرد شديد السلبيه، ولكن كان في هجوم يعني كان في اتهامات من وقتها من سنه 95، كان في اتهامات ان احنا بنحاول نمسح ادمغه الناس وان احنا عملاء لاسرائيل كده بالطريقه دي، ده كان رد فعل الجمهور او غالبيه الجمهور، مع ان ما كانش في اي حاجه في الصور دي كثيره للتابوهات، كل اللي موجود ان كان العمل نفسه المنطق اللي هو مبني عليه كان غير المعروض، ما كانش بيبني علاقه ما بين مثلا علاقه تربويه او علاقه ترفيهيه او علاقه تعليميه ما بينه وما بين الجمهور، كان بيطرح علاقه جديده فيها كان يمكن علاقه مشحونه، ان العمل ده نفس او نفس عمل فيه يعني شده او حته، وبالتالي رد فعل الجمهور كان حاد جدا، وترجم الموضوع لنوع من البارانويا، البارانويا السياسية. انا بس بدي كمثال بس عشان اوضح فكرة ان جماليات نفسها ممكن اما تكون مختلفة او هي معتادة بيبتدي يبقى فيه احساس بنوع من الرهبة او الخوف حتى، وانا بتخيل ان الاعمال الفنية اللي ممكن تبقى حقيقية مش دائما، ولكن جزء منها ممكن يكون بيطرح اشياء صعب تقبلها، وده مش على مستوى المعنى، يعني مش على مستوى ان هو بيطرح شيء على مستوى الشكل. انا بس بفتكر الحدث ده عشان هو كان حدث. طيب دخل معانا على الشات الفنان ايمن لطفي الجزء الثاني والفنان مصطفى. اوكي لا برحب بس بالناس الجدد اللي دخلوا معانا، اتفضل الجزء الثاني من السؤال. اهلا برحب بالجميع. اوكي الجزء الثاني من السؤال ليه دعوه برؤيه الفتره القادمه، ومش هقول بعد الثوره عشان هذه الثوره لم تكتمل، فانا لا اعترف انها انتهت عشان يبقى بعدها اولا مبدئيا يعني. تمام. بس يعني هنقول في الفتره المقبله. بصراحه اولا انا شخصيا لا اؤمن بفكره ان في فتره اقل او اكثر حريه، بمعنى ان دائما
يعني مفيش فترة فيها حرية مطلقة أكيد، ودائما الفنان بيلاقي طريقة إنه حسب السياق اللي هو فيه إنه يعمل اللي هو عاوزه برضه لدرجة كبيرة. فده بس على مستوى الفني، مش بتكلم عن مستوى الحرية السياسية، ده شيء ثاني، أنا بتكلم على مستوى الفني. ودائما يعني مثلا في ركوب الموجة والكلام ده، بس هو ده دائما في برضه في أي وقت من الأوقات دائما في السائد والغير سائد، وفي الناس اللي بتمشي ورا السائد، وفي محاولة لاستهلاك الأشياء السهلة واستخدامها، فده دائما موجود. يعني هي بس المسميات بتتغير. الخطورة في رأيي يعني في موقفنا احنا حاليا، الخطورة تكمن في ان الرمز الثوري اصبح هو السائد. فالرمز الثوري ده في رأيي هو شيء مهم جدا، يعني في رأيي الشخصي شيء مهم جدا وليه فعالية حقيقية في الحياة يعني. فاستغلاله بهذه الطريقة ممكن يكون فيه خطورة، انه بي 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 بيتم يعني احتوائه. عشان كده برضو انا شوية ضد فكرة مثلا ناس تعمل افلام عن الثورة او بالعكس، انا مع ممارسة الثورة كثورة وممارسة الفن كفن. تمام. طيب الناس اللي على شات معانا، دكتور عمل نصر بتمسي علينا وبترحب بيك وبتقول: أريد أن أسجل فخري لفخري وسعادتي بأن يكون فنان مصري هو رئيس لجنة تحكيم بناني فينيسيا. وكلنا بنضم صوتنا طبعا لصوتك يا دكتورة أمل. دكتورة أمل بتسأل عن تقييمك للجناح المصري، بس احنا قلنا يعني هنخلي ده قدام شوية في الحوار. أيمن لطفي بيرحب بيك وبيقول لك مبروك أدائك الهايل في البنالي هذا العام. طيب دلوقتي برضو من ضمن الحاجات اللي انت قلتها في بعض الانترفيوز، يعني قلت من أكتر الأشياء التي أجدها إيجابية في مصر هو رد فعل الجمهور. مثال العمل الفني دومتك دومتك 2005، هو تجهيز صوتي في الفراغ، كلمنا عنه شوية وقلنا انطبق عليه فعلا الكلام ده اللي هو انه فعلا رد فعل الجمهور، وبيعمل ايه رد فعل الجمهور معاك؟ اوكي. هو دمتك تك دمتك ما تعرضش في مصر، فمش هقدر اتكلم عليه من الناحية دي، بس ممكن اتكلم على العمل نفسه، وبعدين ممكن اتكلم انا قصدي ايه برد فعل الجمهور في مصر، اللي هو انا شايفه شيء ممكن يبقى فيه ايجابية كبيرة يعني معاكس معظم الناس بتتخيل في حاجة معينة. بس اولا دمتك دمتك هو صعب شوية شرحه، بس هو تجهيز الفراغ، هو عبارة عن مساحة فاضية ما فيهاش غير اضاءة، وبيبث فيها موسيقى، وفي نص على حائط الفراغ. الموسيقى دي موسيقى هي ست تراكات مبنية على تراكات على يعني على الموسيقى الشعبية، ولكن متسجلة بطريقة مخصوصة جدا. ان انا ممكن اقول اني تقريبا اقتبست دور المنتج الموسيقي، وعملت سيشنز في الاستوديو مع موسيقيين بيشتغلوا في المجال ده، وسجلنا كل تراك يعني انا حللت تراكات معينه موجوده فعلا وقتها سنه 2004 2005 موجوده فعلا في السوق، وبعدين سجلت كل تراك مع الموسيقيين تحت ادارتي يعني للسيشن، ولكن بدون ما يسمعوا بعض. فاللي كان بيحصل ان هو في مثلا ايقاع معين هم ماشيين عليه، او في او بيلعبوا الموسيقى في كي معين او كده، يعني في قواعد معينه محطوطه، ولكن ما بيسمعوش بعض. فاللي بيحصل انهم عشان الموسيقى دي نفسها لغه فنيه متوارثه، اما الموسيقي اللي هو موسيقي تجاري يعني بيلعب في استديوهات كده، بيلعب الجمل دي بدون ما يكون بيستمع لافراد اخرين، فهو بيلعب تقريبا النحو بتاع الموسيقى، يعني كاننا تقريبا بنعمل زي تقطير للشكل بتاع النمط ده، اللي هو نقول هنا في الحاله دي هو نمط الموسيقى الشعبيه، بنعمله تقطير وبيتحول
بيتحول ان احنا عندنا مثلا ايه كانت محاوله يعني ان يبقى عندنا اللغه الموسيقيه نفسها متركبه. في نفس الوقت في الاخر انا عملت ميكسنج وماسترنج بطريقه يعني بروفيشنال جدا. واللي كان يعني مثير ليا في الموسيقى دي انها موسيقى انتجت بطريقه فيها بروده شديده. يعني هي الفكره انهم بيلعبوا بدون ما يسمعوا بعض، بمعنى انهم بيلعبوا الموروث، ولكن في نفس الوقت في شحنه عاطفيه شديده جدا في الموسيقى دي، حتى اللي هي اتخلقت بطريقه شبه اعتباطيه. فانا كنت مهتم جدا بالمساحه دي، اللي هي المساحه ما بين الشيء العاطفي والشيء البارد جدا. ده كلها المهم يعني ده كانت الماده دي بتبث في هذه القاعه على وكل تراك بتلعب بيبقى فيه اضاءه محدده لي. وما بين كل تراك والتاني في فتره فيها اضاءه بيضاء و30 ثانيه بالظبط ومترونوم بيكسر المود ده. فاللي بيحصل ان المشاهد او مش المشاهد الجمهور في الحاله دي عشان هو مش بيتفرج على شيء، الجمهور بيكون موجود في مكان بيسمع قطعة موسيقية وبعدين بتتقطع بفترة فيها مترونوم يعني او زي كليك لمدة 30 ثانية وبعدين بيسمع قطعة ثانية. حاجة ايموشنال او عاطفية جدا وفي نفس الوقت فيها حاجة باردة جدا، وعلى الحيطة مكتوب ازاي انتجت الموسيقى دي. ده العمل دون تك كوصف ليه. بس ده ما اتعرضش في مصر، العمل ده ما اتعرضش في مصر. ولكن لو اخش على الجزء الثاني ايه الشيء الايجابي اللي ممكن الواحد يعني بلاقيه، او انا فاكر الانترفيو ده كان من فتره، ان في رد فعل الجمهور في مصر بالذات في بعض الاعمال، ان بسبب يمكن دي كان برضه في فتره قبل كده اكثر شويه، بسبب عدم وجود نوع من التأثير العام ل او يعني مش تأثير هو كلاسيفيكيشن، يعني لعدم وجود كلاسيفيكيشن واضح لانواع الفن المختلفه، فبالتالي الجمهور نفسه مش مدرب على اساس انه يبقى ده رد فعله لنوع العمل الفني ده او رد فعله لنوع العمل الفني ده او رد فعله لنوع العمل الفني ده. فبالتالي الواحد بيشتبك مع رد فعل ممكن يكون في نوع من عدم المعرفه، ولكن في نفس الوقت بيبقى رد فعل في اشتباك مع الماده. ممكن يكون في رد فعل عنيف جدا يعني، او حتى او ما اقدرش اقول عليه نقدي عشان هو مش نقدي بمعنى انه بيحلل اللي قدامه، هو بس رافض اللي قدامه مثلا، وده يعني رد فعل سلبي، ولكن جاي من او من في بعض الاحيان على الاقل جاي من ان في حتى احساس بالتهديد من الشكل الجديد ده. ده معناه ان الشكل ده ليه قيمه وان العمل ليه قيمه في نفس الوقت حتى لو رد الفعل ليها سلبي. فانا بشوف القيمه هنا من الناحيه دي. تمام. طيب احنا عندنا فيديو كده بسيط حضرناه لبعض الاعمال، صور يعني لبعض الاعمال من الفنان حسن خان، فهنعرضه ليكم دلوقتي برضو علشان الناس اللي ما شافوش شغل كتير لحسن خان يشوفوه معانا، وهنرجع تاني نكمل كلامنا. فتفضل يا توت اعرض لنا الفيديو.
اوكي رجعنا لكم تاني. الفيديو اللي انتوا شفتوه بعض الصور لبعض الاعمال وبعض الصور لبعض الفيديو ارت يعني ستيل بيكتشرز، فطبعا هتكون غير بليغه خالص عن الاعمال الخاصه بالفنان حسن خان، ولكن احنا بعد شويه برضو هنشغل فيديو تاني، فيديو كامل للفنان باسم كلب ميت يتحدث، واعتقد ان ده هيكون لينا برضو مع الفنان حسن خان كلام عنه، هو هيكلمنا عنه. قبل ما نبدا نتكلم عنه، الفنان مجدي مصطفى كان بيقول سعيد بالمبادرة دي يا حسن، مرحبا بالجميع، احنا اللي بنرحب بيك يا فنان ومبسوطين طبعا ان انت جيت معانا على الشات. امل نصر بتقول احيانا ما تستقبل الفطرة السليمة عند المتلقي العادي العمل الفني افضل مما تستقبله ذائقة المتلقي المتخصص المحمل بالافكار المسبقة. توتا بتمسي علينا، اهلا يا توتا. أمل مصر بتقول كان لعملك المقدم في معرض ليه لا واقع حزين جدا، أرجو وضع بعض الضوء على هذا العمل وماذا كانت مسيراتك لتقديمه. طب السؤال ده مهم يا فنان، يا ريت تجاوبنا عليه. اوكي، هو العمل اللي كان مقدم في ليه لا هو فيديو انستليشن اسمه العائل، هو مكون من شاشتين وشريط صوتي. على شاشة من الشاشات في مادة أرشفية، مادة أرشفية من مثل تدريب أنا كنت بقوم بيها مع الممثلين وقتها سنة 67 سنة 97 في بيتي، كنت فترة كنت بحاول أعمل فيلم اسمه التجربة، هو أصلا اتعمل بس عمري ما عرضته عشان ما كنتش سعيد بيه، ولكن في خلال الفترة دي وفي يعني محاولتي للعمل على الشغل على